أخبار اليوم. كريم تم اختيارك دي للمرة الثانية مع نادي كريم. نقدر نقول إن جيل يوسف شاهين بيثبت وجوده كمان في الدراما. بالتأكيد، وأكيد يوسف شاهين يعني ما كانش بيهرج، يعني هو له وجهة نظر، وهو كان، وعلى فكرة وأحد الناس اللي تنبؤوا إن أنا هتعب، على فكرة قال أنت هتتعب في الشغلانة دي. قلت له إشمعنى يعني؟ فهو قال إن أنت دايما واخد الموضوع على قلبك وحساس جدا، بس أتمنى إنك تفضل كده برضه، لأن دي أعتقد ده الباور بتاع صدقك في الشاشة. أن أنت لو اتغيرت أو اتغير فيك حاجة من الحاجات ديت ممكن كممثل تبوظ. قال لي هتتعب شوية لأن أنت داخل بمنطق يعني بشكل جديد، في يعني انا من بدايه بدأ التمثيل البسيط التلقائي، كل مجهودي اللي ببذله قبل التصوير ان انا ازاي ما يبانش ان انا بمثل، ازاي تقول هو اتخلق كده، هو ما يعرفش يلعب غير الدور ده، دايما عايز احسس الجمهور لما تشوفني تقول هو هيلعب الدور ده ويبطل، ده لازم احصلك للحته دي. فكانت الغلطه اللي عملتها ان انا بدات في سكوت اتصور عملت ده، فالناس كرهتني بجد، او انا حتى نفسي حسيت ان ردود الافعال مش قد كده، وده كان بدايه ان انا اعتزلت ورجعت تاني بقى بعد 4 سنين. مسلسل مريم نعوم ونيلي كريم تاني مره، الاثنين تاني مره، التركيبه دي موصله لغايه فين؟ يعني هتتكرر تاني؟ شايف ان انت المفروض انك توقف شويه التركيبه دي ولا هتكملها زي ما هي؟ لا، ده الناس الناجحه لما تشتغل ماما اشتغلت عم طول العمر حلو، بس هو بتبقى ممكن يجي عليك طريقه تفكيرك، هل التنوع زي ما انت بتحب تنوع في الادوار، من حقك انك تنوع هتمثل مع مين او هتشتغل مع مين. سهل جدا ان انت ممكن تشتغل مع المخرج 50 عمل ورا بعض، بس نفس الممثلين مش دايما فكره موفقه، حتى لو عباقره التمثيل في مصر مع بعض في مسلسل واحد.